احنا درنا الثوره، هما راهم ساكن في ثوره من 1804، من 1948، وهما في الدمار وفي التنكيل وفي الترحيل وفي التقتيل وفي السجون الى اخره. احنا الثوره نتاعتنا ما دام جربنا الثوره وعرفنا في الشاش دائره الارض مالها هما اللي خرجوا منها الاستعمار تاعها. ما تكلناش على جينا من بلاد واحده اخرى يعاونونا ولا بلاد واحده اخرى يعاونونا، وحتى احنا كنا اقل هذاك الغيث، ما كناش لكن تاع 10 ملايين. فلسطين هادو هاد الاستعمار الغاشم، هاد الصهاينه وهذه امريكان اللي هي يعني راها دايره روحها فوق العالم كامل، ما نجموش باش يكونوا يديروا ثوره. لكن هاد المناسبه اللي مولانا اختار فيها رجال ان شاء الله يكونوا هما ان شاء الله يجيبوا الاستقلال هذه فلسطين باذن الله. هاد الرجال هادو اللي يعني قاموا بواحد المرحله واحد العمل، عمل يعني له قدره وله يعني مستقبل ان شاء الله ثوري، وان شاء الله هذه حماس. ما نقولوش حنا غير حماس على خاطر لا، الشعب الفلسطيني في الضفه وفي جنين، نقولوا حنا وكاع في الضفه الغربيه راه في غمله، راه حنا نعقلوا بداو التلفزيونات راه دائما معارك مع اليهود، مع ايمن بصدورهم عرايه وهو بالحجر وبالمقاليع وكذا والسجون والضرب والتنكيل والحباس والى اخره، خلي راه في 40 سنه محبوس. لكن قلنا هذه حماس يعني كونوا وكونهم الله ان شاء الله، خاطر اللي كونه ربي عمره ما يذل. وقاموا بواحد الهجوم يعني اللي هو ظهر العلام باللي الناس هذو كيفاش حتى قاموا في هذه القضيه كيما هاك. ولكن هذه امريكان هي اللي راها تضر فلسطين، كان بقات على اسرائيل لو كان اسرائيل ما طلعش صاين هذا ما يقدرش يقاوموا كيما هكا. احنا الشيء اللي نطلبوه لخوتنا في فلسطين كجزائريين وكثوار وشعبنا احنا كامل مخلص لله ان شاء الله. والفلسطين قلنا واش نتمناو لهم؟ نتمناو لهم النصر باش ان شاء الله الاستقلال نتاعهم يكون في هذا العام هذا نتاع 24، باش ان شاء الله الاستقلال نتاعهم يكون بحول الله وبإرادة الله سبحانه. وهذه الشعوب اللي رحنا نشوفوا فيها في المظاهرات وهذه تأييد لهذه فلسطين، علاه؟ هذه المظاهرات اللي تصرى في اوروبا في بعض من الدول وفي امريكا اللاتينيه وفي اسيا وفي هذه، راه يعني دعم لفلسطين باش غدوه يكون عندها الاستقلال تاع الكون حتى يوقف الحرب، لو كان حتى هذه الحرب يوقف، يليق فلسطين يكون عندها الاستقلال ان شاء الله، على خاطر العالم غادي يجي معاه. المهم اخوتي حنايا ندعو مع هذو فلسطين، على خاطر احنا فتنا في هذا وفرنسا دارت فينا ما دارت، دمرت القرى، دمرت الدشور، سجنت الناس وكواتهم بالترسينتي وعلقتهم بذيك، دارت ما دارت، لو كان نجيو نهضروا على واش دارت، كملش النهار وانت تهضر واش دارت فرنسا. المهم حنايا ان شاء الله نطلبوا ربي باش ينصر هذا الشعب الفلسطيني، وباش هذه المقاومه ان شاء الله ما تنكسرش، والشوكه نتاعها ان شاء الله تكون في قلوب الامريكان وفي قلوب الصهاينه.